خدنا المرة اللي فاتت يا جماعة لو تفتكروا لو اوف ليبر، اللي هو يعتبر أهم حصة في الترم الجديد، لأن هي أنا آسف اللي بتوقع الطالب اللي مش مذاكر من الطالب اللي مذاكر. لأن يا جماعة اللو اوف ليبر لو تفتكروا إحنا أخدناها، التجربة مش عليك، التجربة مجرد قراية. اللي هو عبارة عن إيه لو تفتكروا؟ اللي ساعتها قلنا عشان نسبة اللو اوف ليبر، قلنا الليبر دي عبارة عن سيمبل ماشين هيلب تو دو تاسكس ايزلي، وعدنا تاني الثلاث نقط بتوعنا اللي هو الاو والار والاف. وضحنا كمثال او اكتر من مثال عشان اعرف الانواع بتاعه الليفر. طب اللو اوف ليفر عشان نثبته قلنا هنجيب بار وهنجيب ثريد خيط وباج وسبرينج سكيل. قلنا هنجيب البار يا جماعه نربطه من النص كمثال للفيرست كلاس اوف ليفر. وضحنا ان المسافه بين الاو والاف هيبقى اسمها اف ارم يا يوسف، والمسافة من الاو للار اسمها ار ارم. وضحنا يا جماعة ان ده كمثال للفيرست كلاس، وقلنا كالاتي: حضرتك لما جينا وزننا الليفر الاولانية يا جماعة اللي هو كان عمر المهدي اهو ماشي ماسك الباك كده لو تفتكروا، اللي هي تعتبر كأنها فورس، اللي هي هتبقى الريزيستنس فورس اللي تقاس بالنيوتن. وضحنا قلنا ان احنا هنحطها في جنب، قلنا ايه اللي هيحصل بعد ما نعلقها؟ هتبدا البار دي تنزل ايه لتحت تحت، فانا عشان اعمل لها بالانس هزق نفسي او اشيل من الناحيه الايه الثانيه. المره دي لو لقيت حد بيتكلم وعارف نفسه مش هنقله بقى من مكانه، انا مستحملك عشان التوينز بتاعتك. فطبعا يا جماعه هنبدا نوزن، فالوزن يا شباب علمتنا الاتي لو تفتكروا ايه هي؟ ان لازم الاف فورس ملتبلاي الاف ار ايكوال الار فورس ملتبلاي الار ارم. وقعدنا نطبق على كده لو تفتكروا مسائل، وقلنا لو تفتكر ان اي ارم بيتقاس بال سنتيمتر تمام، والفورس بتتقاس بال نيوتن تمام. طيب تعالى كده يا جماعه ادي النوت بتاعتنا لو تفتكروا ان الفورس كلها مستر طب احنا بنمر والارم بالمتر والسنتيمتر. وانا عايز اسال لو كانت بالمتر احولها للسنتيمتر. نقفل المايك يا حسين لو سمحت عشان الصوت بتاع البيت واضح. اتفضل يا حب. لو حول الميتر للسنتيمتر لا نحلها بالميتر او بالسنتيمتر عادي، بس هو الاغلب ان احنا شغالين بالسنتيمتر. يعني تطلع صح؟ ايوه صح ان شاء الله. طيب تعالى كده يا جماعه نشوف حصه النهارده. حصه النهارده يا جماعه هتبدا بتطبيق لعل وعسى لو انت مش مركز ماشي او مش فاهم كلمه ايه القانون ده تقدر تحله ازاي. انزح شويه يا زيزو، تعالى بدير اقعد هنا في الاول يلا بسرعه. القانون بتاعنا يا بدير زي ما اخدناه لو تفتكر الاف فورس ملتبلاي اف ارم ايكوال الار فورس ملتبلاي الار ارم. حل معايا يا حسين لو سمحت اول مساله. حاضر يا مستر. لا 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 بدير يا حسين معلش، ده بدير اللي هنا، انت كنت موجود معانا الحصه اللي فاتت وفاهم، مش انت فاهم يا سحس؟ يا مستر وقفت مع حضرتك الحصه اللي فاتت. طيب تمام. يلا يا استاذ بدير، اول حاجه هكتب القانون، اقرا كده المساله بصوت عالي. الفورس دي اللي هي الفورس بتاعتك اللي هي اسمها ايه؟ اللي هي ايفورت وريزيستنس. يبقى احط تحت الايفورت 500 ملتبلاي ها اف ارم ب 10 ايكوال يلا ها
تمام. ملتبلاي هل في ار ار؟ ها ها هعمل ايه بقى يا باشا؟ اوفر. برافو. ار ار ايكوال 500 ملتبلاي 10 اوفر 200. ال 2 0 هيروحوا مع ال 2 0 هيبقى 5 ملتبلاي 10 ايكوال 50 على 2 هيبقى ايكوال 25. مستر بس هو جايب بتاع في المساله. ثانيه واحده يا جماعه، ثانيه واحده. 500 و10 والناحيه الثانيه 220. هو بيقول لحضرتك دي بالانس اور نوت. السؤال ده اللي هو اول سؤال هنشتغله فيه، يعني ايه بالانس اور نوت يا مستر؟ يعني حضرتك هتعمل الجنب اليمين لوحده يطلع كام، وهتعمل الجنب الشمال لوحده كام؟ السؤال بقى هل الاثنين قد بعض؟ الاثنين مش قد بعض. يبقى هنقول this liver is balanced ولا isn't balanced. As لأن هي it not applied يعني ما بتطبقش اللو اوف ايه؟ اوف ليفر. معلش انا اللي استرعت وما خدتش بالي من كل الكلام. انا هنا عندي اربع مستر. يعني مستر لو الرقمين كانوا قد بعض كنا هنعمل this liver is a scale. is balanced and apply. تمام. نبص كده يا جماعه، اول مساله بقى بايمج بصوره، ايمج بصوره. تعالى كده نحل مع بعض، نكتب القانون بتاعنا اللي هو ايه؟ F force multiply F arm equal R force multiply R arm. نصحصح مع بعض. طب دي نحلها ازاي يا مستر؟ دي تحلها عن طريق الصورة. مين شاطر يحل معانا يفكر؟ بري ال F force هل موجودة؟ فين؟ هل موجوده الاف فورس؟ انت معاك كام رقم في المساله؟ اقري كده. تمام، اللي هم 12 و2 و8. الاول ال 12 دي اللي هي مين؟ الريزيستنس فورس. تمام، يبقى زي ما زميلتنا قالت اهو 12. يلا ها ال 8 سنتي وال 2 سنتي دول اكيد هيبقوا ايه؟ الارم صح؟ ركزي بقى، مين في دولة اف ارم ومين في ار ارم؟ هتعرفيها منين؟ ايوه الخط ده لحد الايدين، يبقى الايد دي لمين؟ الافورت ارم. برافو. ومن البندقايه للايه؟ للاو، يبقى التو دي اللي هي مين؟ الار ارم. معانا؟ تمام؟ معانا حد تاني؟ يلا بينا. يبقى الاف فورس، يلا يا براء اعمل ايه؟ twelve multiply two over eight يبقى 24 divided eight يبقى equal three ايه؟ نيوتن. طيب تعالى كده، يلا يا ابو وفيه اول واحد رفع ايه؟ هو كان اي منشنز تايب اوف ذا ليفر سكند بلس، لان دي نات كراكر اند واي، لان الريزيستنس فورس موجوده ما بين الاف والاو. يلا يا ابو وفيه معاك. اتفضل يا ابو وفيه. هيبقى فورس اوف. علي صوتك يا جماعة، علي صوتك عشان الناس تسمع هنا. ركز يا جماعة. الـ F force هتبقى 500. Effort force 500. Multiply ها. والـ F arm هتبقى 20 سنتيمتر.
والاف ارم ب 20. يلا بينا. ها الار فورس هل موجوده؟ فين؟ ايكوال 50. مفيش ده 50 سنتيمتر. لا الار ارم الار فورس ملتبلاي 50. هعمل ايه يا ابو وفية؟ هعمل 500 باي 20 ديفايدد 50. Fifty over one, 50/10, تطلع 200 نيوتن. ناخد واحد من الأوف لاين. يلا يا أستاذ طناني. One hundred نيوتن. F arm بـ10. يلا بينا. يبقى أنا هكتب كام؟ ها اللي هي الار فورس. ها صح صح يا جماعه في المساله. ها يبقى الار فورس بكام؟ يبقى ايكوال 0 مع 0 100 ديفايدد 2 تطلع 50 نيوتن. حاجه صعبه يا جماعه؟ طيب بدايه شرحنا النهارده كله يبص على البورد لو سمحت. بدايه شرحنا النهارده بص الفرق ما بين المسالتين. شاطر اقرا كده المساله اللي حلها الطماني ماشي والمساله الجديده قول لي كده ايه اللي اتغير في المساله الجديده. هذه المسألة الأولانية وهذه المسألة الجديدة. أزاز الآر آرم ماله أزاز؟ كان 20 وبعدين بقى 10. الشاطر الشاطر اللي يركز في الجزء ده تاني. الشاطر اللي يركز في الجزء ده. الناس اللي ورا سمعنا تعالى يا جماعة بالراحة. المسألة اللي حلها الطناني كان فيها الآر آرم بكام؟ ب 20. فطلعت الاف فورس بكام معاه؟ ب 50. تعالى كده نشوف لامار لما الار ارم هيبقى بال 10 يعني الار ارم اي ال. حل يا لامار. تمام هكتبه تحت الاف. هتبقى الاف فورس 100 الاف ارم 10 ايكوال هتبقى ار فورس ملتبلاي 10 ار فورس ملتبلاي 10. هي كانت مع الطناني ار فورس ملتبلاي كام؟ 20. يبقى عايز احسب الار فورس هعمل ايه بقى يا استاذ لامار؟ هنعمل 100 ملتبلاي 10 اوفر 10 اوفر 10. ده هيروح مع ده هتطلع كام في الاخر؟ 100. يبقى السؤال بقى يا جماعه مين شاطر يقول معايا الاجابه هنا. كل ما الارم ايه اللي حصل له؟ كان 20 بقى 10. الارم تاني كده الار ارم اهو طناني لامار. طناني كان معاه الارم بكام؟ ب 20. لامار كان معاه بكام؟ 10. تعالى كده نشوف الار فورس حسبتها بكام يا طناني؟ طلعت كام معاك في اخر المساله؟ 50. حمار قاعد. انت يا لامار الار فورس طلعت بكام؟ 100. ركز بقى يا جماعه عشان تفهم. لما الارم يقل جنى ال الفورس تزيد. لما الار ارم قل الار فورس ايه اللي حصل لها؟ زاد. يبقى انا كده يا جماعه اقدر يا براء احط اي كلام مرتبط بالكلام ده. By increasing the arm لما الارم يزيد the force will decrease يعني الفورس تقل. يعني ما بينهم هما الاثنين هل ينفع اقول دايركت ريليشن؟ حد يعرف اسمها؟ inverse ريليشن. دي ريليشن جديده يعني علاقه عكسيه. يعني لما حاجه تزيد الثانيه
تقل، تاني لما حاجة تزيد التانية أفكرك أو أفهمها لك بالعربي. أنا كل ما ألعب زيادة درجاتي في الامتحان إيه اللي يحصل لها؟ تقل، لأن لما ألعب زيادة مش هذاكر فدرجاتي تقل. طيب كل ما أزود المذاكرة درجاتي بتزيد. في فرق بين الأولانية والتانية، الأولانية inverse relation يعني عكس إيه؟ بعض، والتانية direct relation يعني ماشيين مع إيه؟ مع بعض. مع بعض. نشوف مارك يا جماعة وبيحل المسألة اللي جاية معانا. يلا يا مارك. if force equal 100 newton and r force equal 50 newton and r arm equal 5 centimeter. تمام كده؟ احسب يا مارك. يلا. الف فورس مالتبلاي ها يلا حل معانا يلا ها ايوه يبقى ما فيش اف ارم ها ريزيستنس فورس نكتب 50 والار ارم كام تمام اعمل ايه نخليها 1000 عشان يطلع رقم حلو اهو لا زي ما احنا معلش ايش يلا يا صاحبي ها الاف ار ما هيتحسب ازاي هيطلع 2.5 سنتيمتر حاجه صعبه يا جماعه حاجه صعبه هنعيد تاني نفس المسألة أو اللي بالأحمر اهي ونختار بقى هنا السكري من الأونلاين يلا هنا بس هخلي الاف فورس بفيفتي هنا هنا قبل ما أبدأ قبل ما أبدأ قبل ما أبدأ كانت الاف فورس الاول بكام؟ ب 100 مع مارك هنا بقت كام مع حضرتك؟ 50 السؤال قلت ولا زادت؟ قلت هنا قلت يا مستر قلت يبقى الارم هيقل ولا هيزيد؟ هيزيد لان هما ماشيين زي بعض ولا عكس بعض؟ اللي احنا قلنا عليها اسمها ايه ريليشن؟ انفيرس ريليشن بطلي اللعب يا براء صحصح يا مارلي اللي ورا كده يلا يا استاذ اتفضلي هنا ال 50 هتكون في فورس الاف فورس والاف ارم مش عارفينه والار فورس هتكون ب 50 والار ارم هتكون ب 5 تمام يلا بينا الاف ارم هيطلع بكام هنعمل ايه هنعمل 50 مالتبلاي 5 ديفايدد 50 ال 50 هتروح مع ال 50 هيطلع بكام؟ زاد ولا قل؟ مارك اف فورس واف ار هنا يلا بينا مارك كان معاه ب 100 طلعت بكام بقى الاف ار؟ تمام هنا كان معاها 50 نيوتن طلعت بكام 5 سنتيمتر يا ريت اللي قاعدين يصحصحوا يبقى الاف لما زادت ها الارم الاف لما قلت الارم ايه اللي حصل له يبقى واحد قل فالتاني اللي حصل له زاد يبقى في ما بينهم انفرس ايه حاجه صعبه طيب تعالى كده يا جماعه نحط قانون لكده اتفضل تمام يا زياد ركز كده يا جماعه كده الاف فورس والار فورس قدامهم حل من ثلاثه
يا اما الاثنين يكونوا قد ايه؟ فاعمل عندها اكس. اكس يعني توفر ولا ما توفرش؟ ما توفرش. فاكر لما قلنا البنطلون ب 100 جنيه رحت اشتريته لقيته ب 100 جنيه؟ هل اتخانقت مع الراجل؟ قعدت افاصل معاه ما رضاش يوفر لي فلوس، فاهمين يا جماعه؟ ها المره الثانيه الاف فورس اقل من الار، مجهودي قليل وبيعمل حاجه كبيره زي الكراو بار، فاكرينها؟ حجره كبيره بعمل بتتشال او النات كراكر، يبقى توفر ولا ما توفرش؟ فاهمين يا جماعه؟ لو القوه بتاعتي اقل يبقى بتوفر. مش فاهم يا مستر يعني ايه؟ يعني رحت البنطلون ب 100 جنيه متعلق ومكتوب عليه 100 جنيه كده، دخلت فصلت مع الراجل ادولي ب 80، هبقى طالع من المحل فرحان ولا مش فرحان؟ وفرت كام؟ 20 جنيه. ما تبوظش الحصه، اتعادل. يلا بينا الخطوه الاخيره. لو الاف اكبر يعني بعمل مجهود جامد عشان حاجه ايه؟ صغيره. ها يوفر كده ولا ما يوفرش؟ ما يوفرش. ما يوفرش. يعني ايه يا مستر ما يوفرش؟ خش وبعد الحصه انا هكلم ولي امرك. ساعة وثلث يا حبيبي، ده ونص الا خمسة. عدى نص الحصة. خش اقعد. شرحنا أساسا، خلصنا شرح أساسا. خش. يبقى تاني كده يا جماعة. لو الاتنين قد بعض، لو الاتنين قد بعض يبقى مفيش، ما يوفرش. لو الآر هي اللي أكبر توفر. لو الإف أكبر ما توفرش. نعم يا بسنت يا شلبي. بسنت مستر انا مش فاهمه الجزئيه الاخيره دي يا مستر، اللي هي قدامك على البورد ولا اللي قبليها؟ دي ده هي حضرتك الاف والار. لو انت رحت تشتري حاجه اشتريتيها بنفس ثمنها، هل كده وفرتي فلوس؟ لا. عملتي مجهود عشان تغلبي حاجه بنفس المجهود، ما حصلش اي حاجه، يبقى كده ما توفرش. لو جيتي تحسبي لقيتي ان الار هي اللي اكبر، يعني ايه؟ يعني عملتي مجهود قليل. ما دام عملتي مجهود قليل يبقى وفرتي ولا ما وفرتيش؟ وفرت. وفرت ليه؟ لان مثلا الطوبه الكبيره اللي في الجنينه ده هي لو قعدت تزقيها بنفسك طبعا استحاله من النهارده للصبح، ايه اللي هيحصل؟ مش هقدر افهم. تمام. لو الاف بقى هي اللي اكبر، يعني عملتي مجهود كبير عشان حاجه صغيره، يبقى ما توفرش. تمام؟ تمام. بصي بقى يا استاذه بسنت خليكي معايا. يعني مثلا على المساله دي، المساله اللي حلها مثلا الاستاذه هنا، الاف بكام يا استاذه؟ ها؟ ب 15 نيوتن. تمام. والار بكام؟ 15 نيوتن. طب تعالي كده تحت، يبقى الاف ب 50 والار ب 50، يعني الاثنين قد بعض، ايه رايك؟ ها سيف ولا doesn't save؟ بتوفر ولا ما بتوفرش؟ لا ما وفرتش. ما توفرش. تمام. doesn't save. الناس اللي قاعدين فاهمين يا جماعه، انا بحل مع الاستاذه بسنت بس عشان ايه؟ تركز. يلا يا بسنت كمان واحده خلي معايا. الاف بكام؟ ب 100 نيوتن. والار بكام؟ 15 نيوتن. اهو الاف ب 100 والار ب 50. ها الاف اكبر يعني بعمل مجهود كبير خالص، يبقى بوفر ولا ما بوفرش؟ بوفر. بتعملي مجهود كبير خالص يبقى كده بتوفري؟ لا مش بوفر. doesn't save. افتكري كده، لما الاف تبقى كبيره اف كانك بتقولي اف، ها الاف كبيره يبقى توفر ولا ما توفرش؟ مكانك بتقولي حاجة اف يعني انها حاجة وحشة يعني يبقى متوفرش. تمام؟ تمام يا مستر. طيب يلا بينا. مين يبص يا جماعة على الليفر اللي قدامك دي ويقول لي بتوفر ولا ما بتوفرش؟ مين يحاول؟
بردان. طب قول لي الاول الاف بكام والار بكام؟ طيب ايه؟ تعالى كده بالراحه. الاف 500 والار 200، مين اللي اكبر؟ الاف. يبقى توفر ولا ما توفرش؟ اتفهمت يا جماعه؟ في حد مش فاهمها؟ الاف لو ايكوال او اكبر يبقى ما توفرش. اتفضلي يا مارلي. لو طلعت الار اكبر، يعني حضرتك اهو هنا الار بكام؟ ب 12 والاف بكام؟ ب 3. يبقى توفر ولا ما توفرش؟ توفر. الاف صغننه، والدليل على كده النات كراكر دي بتوفر لك مجهودك ولا لا؟ افترضي كده كان مفيش نات كراكر، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى الموضوع اصعب بالنسبه لك. تمام؟ اتفضل. ايوه، ما انا بقى ده اللي هنطبقه دلوقتي. طبعا احنا طبقنا يا جماعه المسائل اللي احنا حليناها. تعال نكمل ونشوف انواع الليفر. احنا عندنا كام نوع من الليفر؟ ثلاثه. الناس اللي كانوا بقى يا جماعه مش موجودين معانا يركزوا، هنشرح تاني انواع الليفر. انواع الليفر يا جماعه بيختلفوا بترتيب النقط. بترتيب الايه؟ لو الاو هي اللي في النط يبقى النوع ده الايه؟ فرق. لو الار هو اللي في النص يبقى ده النوع سكن. لو الاف هو اللي في النص يبقى النوع سير. يبقى انا عندي كام نوع يا جماعه؟ 3. لقيت الاو في النص يبقى فيرست، ار في النص يبقى سكن، اف في النص يبقى سير. تعالى كده بالراحه. الاو في النص يبقى فيرست. تعالى كده شوف الحديني. حديني المسافه من الاو للاف اسمها ايه؟ فورس ارم. ايه فورت ارم؟ المسافه من الاول الار اسمها هي. حديني ايه رايك مالهم هما الاثنين هنا؟ ايكوال. بما انهم هما الاثنين ايكوال يبقى الاف فورس مالها؟ ها؟ يبقى في الحاله دي اعمل صح ولا غلط؟ سيف ولا دازنت سيف؟ دازنت سيف. برافو مستر. يعني لو الاف والار ار مكان قد بعض يبقى الاف والار فورس يبقى قد بعض. ايوه تمام. ايوه مستر. طب انا عندي سؤال. يعني مستر احنا هنا في الاف فورس ايكوال الاف الار فورس، يعني احنا بنعمل مجهود كبير في حاجه كبيره لو هي ما وفرناش حاجه. ايوه ما وفرناش حاجه لان هما الاثنين قد بعض. حل يا حسين. تعالى يا حسين تعالى. بص بقى يا حسين هنا يا حسين، ها ايه اللي قدامك ده؟ دي الاف فورس. دي الاف ايه؟ تكون الاف ار صح. ها وايه ده؟ الار ايه؟ ده الار ار. ها تعرف ده؟ يبقى كده مين اكبر من مين؟ انا كده عملت مجهود كبير. اي لا ثانيه بالراحه بالراحه بالراحه. ده الار ار ما هو اللي اكبر. انا كده عملت مجهود صغير. بالراحه 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 يا حسين. سامعني؟ سامعني؟ بالراحه. احنا لسه ارم يا حسين، ما حولناهاش لفورس. لما تحولها الفورس كل اسمع يا جماعه، لما حولها الفورس يا عمر ورا سمح. اعكس العلامه. اعكس العلامه يا استاذ حسين. مين اللي هيبقى اكبر؟ نحولها الفورس. الايفورت هي اللي هتبقى اكبر. الايفورت يا مستر. طيب لما الاف تبقى كبيره يبقى توفر ولا ما توفرش؟ توفر ولا ما توفرش؟ لا ما توفرش. بنعمل قوه كبيره في صغير. ما توفرش عشان انا بعمل قوه كبيره في حاجه صغيره. تمام شكرا. تعالى النوع اخر شكل للفيرست كلاس اوف ليفر.
ان الاو تيجي ناحيه هنا الار. عمر بلال يلا يا عمر، كنت فين ما رفعتش ايدك بس. يلا يا عمر، ده ايه ده يا عمر؟ وده ها مين اللي اكبر؟ هنحولها لفورس ونعمل ايه العلامه؟ ها هل زي ما هي ولا نعكسها؟ اعكسها. يلا لما الاف تبقى صغيره يبقى سيف ولا دادن سيف؟ يبقى كده يا جماعه، هل الفيرست كلاس اوف ليبر ينفع اقول عليها اولويز سيف ايفورت؟ لا، ده في شويه ما بتعملش وشويه بتعمل. يعني اقول عليها sometimes سيف ايفورت. مستر مش فاهم ازاي. ما هو في يا جماعه انواع مقصات، في مقص عندنا في البيت عارفينه اللي هو بيكون الايدين كلها قد ايه بعض، ده ما يوفر ولا ما يوفرش؟ ما يوفرش. في مقص بيبقى صغير كده بتاع الضوافر عارفينه، المقص ده بيسموه المقص الغلس. حد يعرف ليه غلس؟ هو غلس بس ركز كده، بس بيوفر. ليه بيوفر؟ لان الاف ارم كبير. افتكر كده، لما الاف ارم يبقى كبير يبقى الاف فورس مالها صغيره، يبقى يوفر ولا ما يوفرش؟ يوفر. في بقى مستر برضه القصافه. مقص الجنينه تلاقي الراجل وهو ماسكه عمال يعرق، صح يا عم؟ ده مقص عادي يا عم. ما هو مش عشان تقيل، عشان الاف ارم بتاعه قصير. هو الاف ارم لما يبقى صغير يبقى الاف فورس مالها كبير، يبقى بيعمل مجهود كبير ولا مش مجهود كبير؟ مجهود. يبقى بيوفر ولا ما بيوفرش؟ يبقى تلاقي يا جماعه الراجل ايه، الجنايني، عم محمد الجنايني عندنا في المدرسه ماسك المقص عمال يقص، بس يعني عمال ايه يعرق. عشان كده تلاقيهم يعملوا شجره ويروحوا قاعدين على جنب، يعملوا شجره ويريحوا مثلا نص ساعه. ليه؟ لان الموضوع صعب ولا سهل؟ فاهمين يا جماعه قصدي ايه؟ لان بيعمل مجهود كبير. عكس انت لما تقطع ورق في البيت ها، او تقص ضوافرك، هل بتقص ضفر وتقعد على جنب نص ساعه؟ طبعا لا، الموضوع بيبقى سهل بالنسبه لك. مع ان انت لو حاولت تقص الضفر ده بسنانك ممكن تقعد يوم ايه كامل هتقرقضه. في حد بيقرقض كده ضوافره هنا؟ لا اكيد. اكيد واحد اللي هو مين؟ عمر المهدي. مستر يعني يعني في المقص العادي بيكون الاف ارم ايكوال ار ار، اللي هو المقص بتاع السنه. بس بسرعه يعني مستر انا مش فاهم الجزء ده. تاني يا حسين، في مقصات الاثنين قد بعض. انا مش فاهم ما دام قد بعض يبقى مش هيوفر. في مقص تاني اللي هو بتاع الضوافر الاف ارم فيه كبير، فالاف ارم لما يبقى كبير افتكر يبقى الاف فورس مالها صغيره يبقى يوفر. تمام، صغير. مقص الجنينه بقى الاف ارم صغير فالاف فورس كبيره، فيوفر ولا ما يوفرش؟ ما يوفرش. تمام، عايزين حد بقى من الاوف عشان الاف فورس. مروان اتفضل. مروان صح؟ ايوه اتفضل يا مروان، يلا بينا. ايه ده يا مروان؟ ايوه ده اسمه ايه الحته دي كلها؟ اف ارم ولا ار ار؟ اف ار. يلا بينا. وده يلا بينا. يبقى الاف ار، بص بقى هحضر نفسي اهو، وار ار اف فورس وار فورس. قول لي كده من الرسمه اللي انت رسمتها مين اكبر؟
الاف ارم هو اللي اكبر. يلا بينا يا صاحبي، يبقى مين اللي اكبر في الفورس؟ تمام، بنعمل ايه العلامه زيها ولا عكسها؟ هسالك سؤال، لما الاف فورس تبقى قليله يبقى سيف ولا دازنت سيف؟ مجهودك صغنن، سيف افورت. وهنا اكتب يا جماعه كلمه always لان هي شكل واحد، اما هناك كان الفيرست ممكن يبقى ايه في النص قوي، ممكن ناحيه الار ممكن ناحيه الايه الاف. فاهمين يا جماعه؟ always save effort has mechanical benefit. مش فاهمه. بصي حضرتك ايه ده؟ ده الاف ار. طب وايه ده؟ الار ار. يبقى مين اللي اكبر؟ الاف ار. فمين الفورس اللي هتبقى اكبر، الاف ولا الار؟ الار. لما الار تبقى كبيره والفورس قليله يبقى كده انت بتوفري ولا ما بتوفريش؟ بوفر. تمام ساره. اما لو في الفيرست كلاس بيبقى عامل ازاي شكله؟ تاني الفيرست كلاس عندنا ثلاث اشكال، لو الاوف النص بالظبط زي المقص بتاع البيت يبقى الاثنين قد بعض يبقى ما بيوفرش، لو الاو جنب الاف اللي هو المقص بتاع الجنينه يبقى الاف ارم هيبقى صغير يبقى الاف فورس كبيره يبقى ما بيوفرش، لو الاو ناحيه الار زي المقص بتاع الضوافر الصغير ده اللي هو مقص الجيب يبقى الاف ارم كبير الاف فورس قليله يبقى يوفر. تمام يا لامار؟ تمام. انا عايز ساره، يلا يا ساره، واحد اونلاين واحد اوفلاين. ايه يا مستر؟ يلا يا ساره. ايه ده يا ساره؟ ده الاف ارم. ممكن اللي قاعدين كلهم يركزوا هنا يا جماعه، اف ار. يلا ايه ده يا ساره؟ ده الار ارم. مستر عمرو علمنا ايه بقى؟ يلا بينا، ها اكتب اف ارم وبعد كده ار ارم، وهنا تحتيه اف فورس وار فورس، العلامه اللي هعملها فوق اعمل ايه تحت؟ عكسها. يلا يا استاذه ساره قولي لي مين اللي اكبر؟ الار ارم. الار ارم هو الاكبر، يبقى مين اللي اكبر تحت؟ الاف فورس. الافورت فورس. يبقى هنا بما ان الافورت فورس كبيره يبقى سيف ولا دازنت سيف؟ دازنت سيف. وبما انها حاله واحده يبقى هكتب اولويز ولا سام تايمز؟ اولويز. فاهمين يا جماعه؟ مستر بس ممكن تكون الاف جنب الار شويه او جنب الاو شويه. مستر يعني. مستر ثانيه واحده ثانيه واحده، حتى لو الاف جت هنا او هنا او هنا هيبقى الارم بتاعها اقصر من الار. بس يا مستر الايفورت فورس والريزيستنس فورس قد بعض. ما احنا قلنا في اول واحده خالص لو قد بعض يبقى doesn't save. حد بيسال سؤال؟ يوسف مين اللي كان بيسأل؟ تمام. طيب تعالى كده يا جماعه نحل المساله دي، بالله عليك ركز معانا واحنا بنحل. اتفضلي يا براء. افورس كام؟ 480. والار بتاعها بكام؟ اهو هحلها تحت خالص، اف فورس ملتبلاي اف ار equal R force multiply R R. يلا يا أستاذة. الـ effort force بكام؟ 480. والـ F arm بكام؟ 40 equal. بيقول لك الـ resistance arm بكام؟ 60. بيقول لك احسبي الـ resistance force. عامل ايه حضرتك؟ يبقى 480 multiply 40 over 60. يلا مين؟ كم؟
320 نيوتن. ركزي بقى، احنا هنزود خطوه كمان. الاف والار، الاف ب 480 نيوتن والار ب 320 نيوتن. يلا يا استاذه براء، مين اللي اكبر، الاف ولا الار؟ الاف. بما ان الاف هي اللي اكبر، مجهود الكبير عشان حاجه صغيره، يبقى بتوفرها ولا ما بتوفريش؟ الاف كبيره، ها، يبقى don't save. Doesn't save. يبقى زي ما قالت براء يا جماعه، doesn't save effort. براء لو سمحتي، اهو بيقول لك تحت اهو، احنا حسبنا دي بقى 320 نيوتن. This lever not effort. Save ولا doesn't save؟ الساعه الشغاله دي يا جماعه ممكن تقفلها حضرتك يعني. Don't save. يبقى دي considered اهن نوع. على فكره ممكن تبقى حاجه من اثنين، بما انها ما بتوفرش. فاكره مين اللي ما كانش بيوفر؟ اهله نوع ما بيوفرش، كانوا في نوعين ما بيوفروش. ايوه اللي هو اهله نوع، ما عندنا يا فيرست يا سكند يا سيرد. الفيرست ما بيوفرش، برافو. ها؟ برافو، الفيرست والسيرد، فاهمين يا جماعه؟ الفيرست ما بيوفرش والسيرد ما بي ايه؟ يبقى الطريقه اللي اتحلت يا محمد عبد اللطيف، احنا النهارده ضفنا حاجه جديده صح؟ الجزء الاولاني بتاع حل المساله كلنا عارفينه من المره اللي ايه؟ اللي فات. تمام؟ زودنا عليه النهارده ان انا لو عرفت الكميه يا مروان هعرف دي بتوفر او ما بت ايه؟ ما بتوفرش. بتوفر. مين اللي ما بيوفرش؟ الاول ما بيوفرش والثالث ما بيوفرش. طب مين اللي بيوفر؟ الاول بيوفر والثاني بايه؟ بيوفر. ايه ده يا مستر؟ يبقى انا قلت الاول كم مره؟ مرة بيوفر ومرة بي ايه؟ عشان ينفع اقول، هل ينفع اقول معاه always؟ بقول معاه ايه؟ sometimes. لكن مين اللي بيوفر على طول؟ second. مين اللي ما بيوفرش على طول؟ third. افتح كده الكتاب. هوقف الريكورد قبل ما يوزعوا الكتب يا جماعة، ثانية واحدة. احنا كده أخدنا يا جماعة نمبر 4 دهيت خلاص. لما الفورس ارم يبقى اطول، يبقى الايفورت فورس اقل، يبقى كده الليفر بتوفر. واخدنا نمبر 5 ده صفحه كام؟ 34. ونمبر 5 لما الايفورت فورس ارم يبقى اقصر، يبقى الايفورت فورس اكبر، يبقى ما بتوفرش. النود دي اخدناها المره اللي فاتت صح؟ ايوه اخدناها. ايوه ما احنا يعني شرحينها، يعني اللي هو النيوتن والميتر والسنتيمتر، واحدد نوع الليفر او ترتيبها عن طريق التو ارم. تعالى كده يا جماعه نحل التشوز ده مع بعض. هو اللي عندكم؟ يلا بينا. لما الايفورت فورس تبقى نقط، سو ذا ليفر كونزيرف، توفر اسامه سمولر ذان. حسين اتفضل. حاضر يا مستر. The distance between the effort force والفالكرام هيبقى؟ الايفورت ارم. الايفورت ارم. السؤال الثالث. When effort force is not, so the lever doesn't conserve effort. مين يحل؟ اياد. A and B. لما تبقى equal او larger than. ركز المسائل احنا مراجعينها مع بعض صح؟ هنعرف طريقه حلها ازاي ما عدا المساله نمبر 3 دي اللي هتتشرح في بدايه الحصه اللي جايه، لان الحصه اللي جايه هتبقى ريفيجن. ريفيجن على ايه؟ على الدرس ده. مستر انا عندي سؤال. اتفضل يا حسين. انا في مساله ما عرفتش احلها، اول مساله في المسائل. طيب هنحلها مع بعض. حاضر. تعالى نحل يا جماعه الرايت ساينتفك تيرم. لا يلا بينا. اتفضلي يا بسنت. It is the distance between resistance and fulcrum. Resistance arm. ياسين هل السؤال الثاني عشان تبقى مركز؟ اتفضل.
الايفورت فورس ملتبلاي اتس ارم ايكوال ريزيستنس فورس ملتبلاي اتس ارم. ايه ده؟ لو اوف ليفر نمبر 3. حد بقى من الاونلاين يا جماعه مؤمن؟ مؤمن يوسف هدهد؟ نعم يا مستر. يلا يا مؤمن حل. It is the distance between the effort force and the falcon. يبقى effort arm يا مستر. effort arm تمام. اللو اوف ليفر يا جماعه طبعا والكونزرفيشن ايفورت شرحناهم. ده الفيرست كلاس. قلنا كم نوع في الفيرست كلاس؟ ثلاثه. ممكن الاو تبقى في النص، ممكن تبقى ناحيه الار، ممكن تبقى ناحيه الاف. تمام يا جماعه؟ ادي الثلاث اشكال. عشان كده بنقول ان الفيرست كلاس اوف ليفر يبقى سيف ايفورت على طول ولا سام تايمز؟ سام تايمز طبعا ده سيف. Second class of liver نفس الكلام always save. Third class liver always doesn't save. وطبعا المقارنة دي حاجات قديمة. طبعا الهوم ورك هيبقى تقيل شوية. لأن إيه؟ إحنا أخدنا المرة اللي فاتت هوم ورك قليل ولا كبير؟ بس أقول لك حاجة بس أقول لك حاجة. أنت هتكمل كل اللي تشوز توصيل scientific term وكمبليت لحد الكمبليت لحد الكمبليت الجيف ريزون والوات هابن لحد الكمبليت الجيف ريزون والوات هابن في وات هابن حاسبها يا جماعه للطالب الشاطر فكده كده هنحله مع بعض كله. طيب يعني المسائل المسائل ثانيه واحده بقى اصعب مساله او اغلس مساله نمبر 1 لان هو مش محدد لك ثاني مش محدد لك فانت هتاخد اول رقمين مع بعض. انا اشرح اول رقمين ملتبلاي ديفايد الرقم الثالث. يعني هو دايما بيبقى اول رقمين هم بتاع الفورس اللي هم مع بعض يعني. تمام. طيب اللي بعديها 40 ملتبلاي 5 ديفايد 25 طبعا وبتكتب القانون. اللي بعديها 3 كنا حلينا مع بعض صح؟ 3 و4 و5 6 هتبقى 200 multiply 50 divided 1000 7 100 multiply 25 over 500 8 حليناها 9 حليناها النهارده اللي هي balance or not 10 حليناها صح؟ و11 حليناها و12 حليناها 13 لسه فكرتها ما اتعملتش يبقى انت مالكش دعوه بالمسائل انت هتحل بقى يا جماعه الكومبليت والحاجات اللي في الايه في الاول. بالله عليك بالله عليك اقفل الحصه في الاونلاين مثلا